بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، واصل معكم في شرح دروس الفصل الثالث وباختصار دروس السنة الخامسة ابتدائي المهمة. إذن كما تلاحظون درسنا اليوم هو كتابة كسر عشري على شكل عدد عشري، ودرس ليس بالصعب، بسيط، فقط ركزوا في كيفية الانتقال من الكسر إلى العدد العشري. إذن لاحظوا معي، لدينا ستة أمثلة. نبدأ بالمثال الأول، 15 على 10. أول، في الحقيقة هناك مراحل حتى لا يخطئ التلميذ بإذن الله. المرحلة الأولى، إعادة كتابة الرقم الذي يوجد في البسط. أعيد كتابة البسط. إذن لدينا 15، ها هي 15، أعيد كتابته. هذه أول مرحلة. ثم انظر إلى المقام، كم من صفر؟ يوجد صفر واحد، إذن حتما سيكون وراء الفاصلة رقم واحد فقط. أعيد، لدينا صفر واحد، أذهب إلى هذا العدد ونبدأ من اليمين الحساب. نحسب، ها هو رقم واحد، أضع الفاصلة هنا، نبدأ الحساب من اليمين، ها هي الفاصلة. إذن النتيجة كم ستكون؟ 1.5، ها هي النتيجة، رقم واحد بعد الفاصلة. سأوضح، يعني أعيد كتابة الواحد لكي يتضح المثال جيدا. ها هي النتيجة. نذهب إلى المثال الثاني. كما قلت لكم، أول مرحلة أعيد كتابة هذا العدد، 329. ثم انظر في المقام، كم لدي من صفر؟ لدي صفرين، إذن حتما بعد الفاصلة على اليمين سأجد رقمين. نبدأ في الحساب، ها هو من اليمين، نبدأ المرحلة الثانية، نبدأ من اليمين الحساب، قلنا يوجد صفرين، إذن رقم اثنان، ها هو مكان الفاصلة. أنتقل إلى المثال الثالث. قلنا أول مرحلة إعادة كتابة هذا العدد، 2018. ثم كم لدي من صفر؟ لدي 3 أصفار، إذن حتما وراء الفاصلة سأجد 3 أرقام. ثم المرحلة الثالثة أو الثانية عفوا، نبدأ الحساب من اليمين، رقم 2 3، ها هو مكان الفاصلة. كما تلاحظون سهل جدا، يعني الانتقال من كسر إلى عدد عشري. انتبهوا الآن إلى الأمثلة الأصعب قليلا. نفس الشيء، أول مرحلة نعيد كتابة هذا العدد، 2. كم لدينا من صفر؟ يجب أن يكون وراء الفاصلة رقم 1، ونبدأ الحساب، ها هو رقم، وأضع الفاصلة أيضا، ولكن عندما أضع الفاصلة هذا ليس، يعني ليست كتابة رياضية، أضيف مباشرة الصفر. عندما لا يكون هناك أي عدد أضيف الصفر. إذن 2 على 10 تساوي 0.2. أعيد، أكتب أولا العدد ثم أحسب عدد الأصفار، يوجد 0 1، وأبدأ الحساب من اليمين، ها هو رقم، وأضع الفاصلة. عندما لا أجد أي رقم أضيف الصفر. ننتقل إلى المثال الثاني. إذن قلنا أول مرحلة نعيد كتابة هذا العدد، كم لدينا من صفر؟ لدي 0، أي الفاصلة ستكون بعد رقمين. أحسب، رقم 2، وأضع الفاصلة. نفس الشيء، لم أجد يعني رقم أضيف الصفر. ها هي النتيجة. أنطلق إلى آخر مثال. قلنا دائما المرحلة الأولى نكتب، نعيد كتابة العدد ونحسب الأصفار. إذن لاحظوا معي،
631 يوجد ثلاثة أصفار، إذن سأبدأ أحسب من اليمين رقم 2-3 وأضع الفاصلة وأضيف الصفر. سأضيف أمثلة أخرى. لاحظوا معي هذا المثال 8/100 كم يساوي؟ نفس الشيء، أول مرحلة نكتب العدد، لدينا 8 ولكن يوجد هنا صفرين، ماذا أفعل؟ أنتقل، هكذا ستنتقل الفاصلة، لكن لا توجد أرقام، أضيف الصفر حتى أحقق القاعدة، ثم أضع فاصلة، لا يوجد أرقام، أضع الصفر، حتى تكون القاعدة مطبقة. يجب أن نجد دائما عدد، يعني الأرقام التي وراء الفاصلة تطابق عدد الأصفار في المقام. لاحظوا معي يوجد صفرين، رقمين وراء الفاصلة صفرين، ثلاثة أصفار ثلاثة أرقام، صفرين رقمين وراء الفاصلة. هذه الطريقة تمكن التلميذ من التحقق إن كان إجابته صحيحة أم خاطئة. دائما عندما ننجز مثل هذه التمارين أعزائي التلاميذ بعد الانتهاء يجب أن نطابق، يجب أن أجد وراء الفاصلة رقمين وفي البسط صفرين، دائما نطابق بإذن الله لا نخطئ. أتمنى أن هذه الطريقة أعجبتكم، وفي الأخير أتمنى أن تنشروا فيديوهاتي لكي يستفيد يعني القدر الكبير من التلاميذ. وإن كنتم جدد معنا في قناتنا نرحب بكم دائما ونتقبل انتقاداتكم واقتراحاتكم. وفي الأخير تقبلوا مني تحيات الأستاذ معاذ حمزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.